علينا عبيدك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي. تعال تعال يا مدام. ازيك يا معلم؟ الله يسلمك. قولي لي انت عايزه ايه؟ خرفان ولا مواشي ولا بط ووز؟ كل سنه وانت طيب الاول يا معلم. وانت طيبه بس انت عارفه السوق زحمه. قولي طلبك على طول عشان الزحمه بس في ناس وراك. طيب انا كنت عايزه بطتين بس. بطتين؟ لا ما تاخدي خروف. لا معلش يا معلم، العيد الجاي ان شاء الله. ماشي يا ست، روحي هناك في زاويه البط والفراخ هتلاقي الواد حمو، قول له يديكي بطتين حلوين، قول له انت جايه من طرف المعلم عطوه. ماشي يا معلم متشكر. لما علينا عبيدك يا رب. المواشي، المواشي اللي عايز يذبح في العيد، يلا حبايبي اللي عايز يعيد ويذبح ويحط الدم على البيت، يلا ارزقنا يا رب من حلالك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست الكل، اتفضلي. انا عايزه بطتين حلوين كده يكونوا متغذيين. عينيا يا هانم، احنا كل البط بتاعنا متغذي. شوفي احنا اصلا مغذيينه وعارفينه بقى عشان العيد. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. شوف لك اتنين عتقيه ولا بداره؟ انا عايزه اتنين حلوين يكون فيهم لحمه كتير. عينيا عينيا، لف لك اتنين قلاجة. عايزه تنضيف ولا صحي؟ لا لا انا عايزاهم صاحي عشان انا عندي الست اللي بتنضف لي الفراخ بتاعتي. عينيا يا ست الكل. ايه ادي حمو في ايه؟ الابله خدت بطتين يا باشا، هسيبها فيهم بكام؟ خد الواحده على 80 يا ولا. يلا روح. عينيا. ابعت لي الواد بالشيشه. حاضر. ولا بشيشه ولا بشيشه، كلم المعلم. السلام عليكم يا معلم عطوه، اخبار خرفانك ايه؟ اهلا اهلا يا مدام، تعالي اتفضلي. انت فين بقالك فتره ما بتجيش؟ معلش يا معلم عطوة، اصل كنت مسافرة اوروبا. اتفضلي يا مدام، تحبي تاخدي بقرة المرة دي ولا خروف ولا جمال؟ انا عندي جمال. ايه لحمها لوز هيعجبك قوي، عالي العال. بس انت جربي، انا عارف ان انت ما بتطيقيش لحم الجمال، بس خديه مني المرة دي وشوفي النتيجة هتبقى ايه يا ست الكل. والله يا معلم عطوة جوزي مش بيحب لحم الجمال خالص ولا حتى الاولاد. انا بفكر اخد خروف بقى المرة دي. عايزة خروفين حلوين كده. حاضر يا مدام، عينيا الاتنين، تعالي نقي اللي يعجبك. اتفضلي. دي خرفان متربية على الغالي، وفي معزة صغيرة هي لو تحب تربيها مع الأولاد. هربي المعزة مع الأولاد يا معلم عطوة برضه معقول؟ الله، إيه الخرفان الجميلة بتاعتك دي يا عطوة؟ لا ده أنت جايب خرفان حلو أوي المرة دي. أيوة أمال إيه يا مدام؟ يلا يلا نقي شوف عايزة إيه. أنا هاخد الصغنن ده، شكله حلو أوي ومربرب. يا سلام، أهو ده بقى يتذبح عليه دي يجيب لحم إيه؟ الكوم. قولي بكام يا عطوة ده؟ يا سلام يا مدام، ده انت نقيتي اسمن خروف عندي، ده الخروف ده غالي قوي. يعمل له كده بتاع 6000 جنيه. يا عطوة انت هتغلي عليا ولا ايه؟ لا ما تغليش عليا الاسعار، انا بقول لك اهو من الاول. والله يا مدام عشان خاطرك انت خليهم 6 الا 200، يلا على خيرة الله خلي الناس تاكل لحمه وتعيش. ماشي يا عطوة، تسلم ايدك. يلا هاته على طول، وخليه الواد حمودي بتاعك ده ولا حماده يربطه لي كويس. حاضر يا مدام حالا. ها يا منى، قولي لي ايه رايك في السوق بقى بتاع بلقاس ده؟ هو ده اكبر سوق للبهايم. الله يا عمر، بصراحه اول مره اجي هنا. ايه الجمال دي؟ هما بيبيعوا جمال كمان؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ بس فين الجمال اللي بتقولي عليها دي؟ اهم هناك اهم يا عمر. قول لي والنبي، هو ما ينفعش نضحي بجمل السنه دي؟ جمل ايه بس اللي هنضحي بيه يا حبيبتي؟ هو احنا قادرين نشتري بقره عشان نشتري جمل؟ يا خساره. اهلا اهلا بيكي. اهلا يا ست الكل، ازيك يا استاذ عمر؟ والله يسلمك يا معلم عطوة. اخبار الجزاره ايه واللحمه بكام دلوقتي؟ ما تغلاش عليك ابدا يا استاذ عمر. تعالى اتفضل، يا ترى السنه دي هتاخد خروف زي العاده ولا ايه؟ لا السنه دي هناخد بقره عشان انا مشارك فيها انا وشريف جوز اختي. هنذبح مع بعض وهنضحي سوا السنه دي ان شاء الله. الف بركه يا استاذ عمر، تعالى بقى نقي البقره اللي تعجبك. فين البقر ده يا عمر؟ اهو هناك اهو يا ستي، تعالي. هيكون فين يعني البقر؟ الله، ده شكله جميل قوي. انا عايز البقر البرتقالي دي. ده ايه الجمال ده؟ البقر بتاع الجزار ده حلو قوي يا عمر بصراحه. قولي لي يا منى، احنا المفروض نجيب بقره ولا نجيب تور؟ تور ايه يا عمر؟ احنا هنفتح تور برضه، احنا هنفتح بقره كبيره، بقره جميله زي دي. يلا هاتها لنا، هاتها لنا والنبي يا عمر علشان خاطري. خلاص يا ستي امري لله. حمو
وادي يا حمو شد لنا البقره دي يا حمو يلا علشان نذبح ان شاء الله في العيد. عينيا يا استاذ عمر كل سنه وانت طيب بقى، شت عايد عليا ولا ايه زي كل سنه؟ اكيد طبعا، امال ايه؟ حاضر عينيا يا استاذ عمر، انا بستناك من السنه للسنه والله ما باخد عيديه من حد زي عيديتك يا باشا. ماشي يا حمو، يلا 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 خلينا نعدي بقى ونخلص ونشوف هنودي البقره دي فين يا منى. احلى بقره عشانك يا استاذ عمر. تسلم، اتفضل اتفضل يا معلم عطو، ادي الفلوس بتاعه العجل اهو. انت بتعمل لها ايه يا عمر كده؟ ممشيها. يلا يا ست امشي امشي، احنا قربنا نوصل للبيت بقى. يلا يلا شي شي هاي. وشي ايه يا عمر؟ ها دي بتاعه الحمار يا عمر، دي بقره بقره، يعني اقول لها ايه؟ يلا يا ست امشي. والله انا من عارفه انت بتعمل ايه، زقها بس كده بايدك وهي هتفهم، هي شكلها نبيهه. حاضر يا ستي اما اشوف اخرتها. يلا يا ستي خشي بقى. يلا وصلنا البيت. طماطم حبيبه بابا، شوفي بابا جاب لك ايه. ايه ده يا بابا؟ بقرة علشان العيد يا طماطم، ايه رأيك بقى هنضحي السنة دي ببقرة؟ لا علشاني مش عشان العيد، دي هتقعد معايا هتبقى اختي. اختك؟ اختي الكبيرة كمان؟ لا حرام عليك حرام عليك يا طماطم، دي هنضحي بيها في العيد. دي جميلة قوي يا بابا، سيبني ألعب معاها. خدي بقى يا ستي بلا اختك بلا بتاع، خدي أكلي البقرة علشان عاوزين نسمنها كده ونخليها تربرب على العيد إن شاء الله. الله أنا بحب أكل البقرة يا ماما، هاتي أكلها. كل سنة وأنت طيبة يا بنت طماطم يا حبيبتي. وأنت طيب يا بابا، وكل عيد تجيب لنا ضحية جديدة. ضحية؟ حاضر يا ستي. اسمها إيه يا بابا؟ قول لي اسمها. اسمها ضحية برضه تمشي. دي جميلة قوي يا بابا، بس أنا حبيتها، أنا أكلتها ودي جميلة ولذيذة ولونها أورنج. كل سنة وأنتم طيبين يا أصحابي، عيد سعيد عليكم. كل سنة وأنتم طيبين وبالعيد فرحانين ومعيدين. السنة دي بقى هتروحوا فين؟ قولوا على صفحة الفيسبوك واكتبوا لي أنتم هتروحوا فين السنة دي. بس على فكرة خلوا بالكم علشان الكورونا، ما حدش يخرج من غير البتاع اللي على بقه ويغسل إيده كويس. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو بتاعنا يا اصحابي وتشوفوه للاخر. ايوه كملوا معايا الفيديو عشان انا اذبح البقره. تعالي تعالي اتحركي يا تخينه يا تخينه يا تخينه يا فشله يا سوالف مرتدله، يلا اتحركي والعبي معايا يا تخينه يا فشله يا سوالف مرتدله. هو انت ما بتتحركيش ليه؟ ها ها اتحركي بقى اتحركي. انا مش عارف بوحه الجزار اتاخر ليه كده يا شريف. صبح صبح يا عم الحاج. اهلا بوحه الجزار، اتاخرت ليه كده يا راجل؟ صبح صبح يا معلمين، كل سنه وانتم طيبين. صبح صبح يا سيدي، يلا عشان نذبح. جزار جديد جزار جديد. باشا ما ينفعش كده يا باشا، الاضحيه بتاعتنا تشوف السكينه ينفع كده؟ حرام حرام يا باشا. امال اعمل ايه؟ احنا ما نعرفش في الكلام ده، معلش. باشا السكينه يا باشا، ما انا بفهمك اهو. حاضر حاضر يا سيدي، داري يا شريف السكين. حاضر حاضر يا عمر. هو انت هتدفع قدامنا ولا ايه يا استاذ بوحه؟ ما تقلقش يا سعاده الباشا، اضحيتك هتشوفها وهي بتتذبح قدام عينك كده، شفاها لك 10 على 10. مين ده اللي يشوفها؟ انا عمر الكلام ده ليا انا؟ ايوه طبعا، امال يعني الراجل هيدبح قدام مين؟ يا وعيتك السودا يا شريف، انا ايه اللي جابني؟ يلا استاذ عمر نايم معايا البقره والاستاذ سعد من ورا كده. يلا يلا يا رجاله. يلا يلا. امال فين الصبيان بتوعك يا معلم بوحه؟ احنا اللي هنعمل البقره. احنا في موسم وانت عارف كله بيقلب رزق. معانا يا رب، بس احنا اول مره نايم بقره يا معلم بوحه. هعلمكم كل حاجه. يلا يا جماعه كل واحد يمسك اتنين رجلتين وانا امسك الدماغ. تمسك الدماغ تعمل بيها ايه؟ يلا بس يا استاذ عمر معايا بقى، ادكوا يا رجاله لما جزار جديد، كل سنه وانتم طيبين. طب بقول لك ايه يا بوحه، واحنا هنشيل الرباط ده ولا لا؟ يلا بس يا استاذ عمر ناموا معايا كده يا جماعه، ما تساعدونا يا جدعان. يلا بقى خلينا نخلص، انا عندي اضحيات كتير النهارده. حاضر يا سيدي. حاضر يا سيدي. ايوه ها، ايه رايك يا معلم احنا كده مظبوط ولا ايه؟ ايه يا ميه يا رجاله؟ ايوه كده. طب خلصنا بقى، انا هبطت جدا. مالك يا شريف ايه مالك؟ انت بدات تدوخ ولا ايه مني؟ ما ينفعش كده، هتقع ولا ايه؟ في ايه يا راجل، ده احنا لسه ما دوحناش. هبطت يا جماعه، البقره دي تقيله جدا. يعني انت يعني شايلها لوحدك؟ ما احنا شايلين معاك اهو، اربط بس اربط رجليها.
خلصونا بقى خلصونا، ما عدتش قادر اربط ولا فيك. يلا يا رجاله على الله اكبر. امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه شريف؟ ايه شريف مالك؟ العون. شريف شريف يا خبر ابيض. شريف اغمى عليه. استنى يا عم بوحه. يا عم استنى انت، دي بيعها تبوظ. حلال الله اكبر الله اكبر الله اكبر. خمسه وخمسه علينا معلمين. تعالوا شوفوا الجزارة بوحة ترحب بكم. كل سنة وانتم طيبين. جزار جديد. جزار جديد. شريف شريف قوم يا شريف. ايه اللي جرالك يا شريف؟ قوم يا شريف قوم قوم يا حبيبي، ما كانش يومك ابدا. راسي. ايه ده؟ دم. ايه يا عم، ايه يا جدع، في ايه اللي بيحصل؟ انت بتستحملش تشوف دم ولا ايه؟ قوم يا راجل، عيب كده عيب كده يا راجل، اكشني شويه. يا خبر عليك يا شريف يا جوز اختي، فضحنا دايما. عم شريف اول ما شاف البقره وهي بتتذبح راح نايم جنبها. بيحلموا مع بعض.